أهلا بكم. ما يزال حزب الاستقلال المغربي ينتظر تدخل العاهل المغربي محمد السادس للتحكيم في قراره الانسحاب من الحكومة المغربية التي يشارك فيها. فقد عاد العاهل المغربي من زيارة خاصة لفرنسا استمرت عدة أسابيع دون أن يتدخل حتى الآن للتحكيم في قرار حزب الاستقلال. وكان لجوء هذا الحزب للفصل 42 من الدستور الذي يسمح للملك بالتحكيم قد أثار جدلا في المغرب، لأن الفصل حسب بعض القراءات ينص على التحكيم بين المؤسسات وليس بين أطراف